اي ما في باس، لكن ما تعتمر، الحائض ما تعتمر، ما تطوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. الحائض لا تستطيع أن تطوف لكن تغتسل وتحرم. أسماء بنت عميس لما خرجت مع النبي للحج ولدت في ذي الحليفة نفساء، ومع هذا اغتسلت وأحرمت. ما في بس تحرم.